رعى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة الذكرى 56 لمعركة الكرامة الخالدة. ولدى وصول جلالته يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته. وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار الضباط. وفي بداية الاحتفال الذي حضره سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، عزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي. هذا واستعرض جلالة الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته فيما حلقت طائرات من نوع F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. ووضع جلالته إكليلا من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة. ودعا مفتي القوات المسلحة لشهداء معركة الكرامة والجيش العربي والأجهزة الأمنية بالرحمة والمغفرة، سائلا الله عز وجل أن يحل عليهم الرضا والإحسان مع النبيين والصديقين والصالحين. وقرأ جلالته والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، فيما عزف الصداحون لحن الرجوع الأخير. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد لا يغفر له بأول خطرة من دمه. سيدي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حفظكم الله ورعاكم، إن الأردن قد جُبل بدماء الصحابة وارتقى إلى العلا بتضحيات آل البيت وأبنائه الأطهار، وسيبقى قلعة حصينة ودرعا متينا في وجه كل حاقد أو حاسد أو جاحد. وفي يوم الكرامة نقول لشهدائنا الأبرار: هنيئا لنا بكم وهنيئا لكم بمقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعلهم شفعاء لأهلهم.